first stage بيعتبروها اللي هي بريماتور عشان كده الانسان سايد. اوكي؟ بري ليبر بريماتور. بري تيرم يعني بيفور تيرم. بري ماتور بيفور ماتوريتي، انت الماتوريتي بتاعت الممبرينز مش الماتوريتي بتاعت البيبي عند الانست اوف ليبر. خلاص؟ فبري ماتور او بري ليبر زي بعض، بس بري تيرم رابتشر اوف ممبرينز. هسألك يقول لك ايه بري ماتور بري تيرم رابتشر اوف ممبرينز؟ يعني حصل لها بري ماتورلي وبري تيرم رابتشر اوف ممبرينز، بري تيرم وبري ماتور. اوكي؟ واضح يا دكاتره؟ طيب ايه الكلينيكال بيكتشر؟ يا في سيمتومز وفي ساينز طبعا وفي الكومبليكيشنز، يعني اي كلينيكال بيكتشر فيها سيمتوم ساينز كومبليكيشن وديفرنشال دايجنوزس. السيمتومز ان هي الست هتيجي تقول لك تشتكي من جشا فلويد، جشا فلويد كتير، يعني هي مش مثلا لانه كتير قوي بتبقى جايه مش عارفه هو اللي نزل عليها ده ميه ولا دي افرازات كتير، هو بيبقى فيه اكسسيف ديشارج ديورنج بريجنسي. اه طبعا عشان الاستروجين بروجستيرون عالي فبيبقى عندهم اكسسيف ديشارج، بس مهم ان هو يبقى ديشارج ما يكونش انفكشن، يعني ما يكونش محتاج علاج. فممكن يبقى الديفرنشال دايجنوزس بتاعنا اكسسيف ديشارج ناتشرال ديشارج بتاع البريجنسي، ممكن يبقى يورين ولا لا. بالظبط بيبقى عندهم شويه انكونتنس او ستريس انكونتنس ليه؟ عشان سفنكترز بتبقى شويه ضعيفه من البروجستيرون وريلاكسين هرمونز وكده بتعمل ريلاكسيشن للسفنكترز، فالسفنكترز بتبقى شويه ضعيفه بتاعتها مع الانكريز الانترا ابدومينال بريشر اللي حاصل من البريجننسي. فبالتالي كل الستات الحوامل او معظم الستات الحوامل كويس تقريبا نصهم بيبقى عندهم سام اليمنت اوف ستريس يورينري انكونتنس بيروح بعد الولاده، لان البريشر ده هيروح والهرمونز دي هتروح، فبالتالي بيروح بعد الولاده، يعني مش محتاج تريتمنت. اوكي؟ فلو جات لك ست تشتكي من ستريس يورينري انكونتنس ديورنج بريجنسي، استني ما دام بعد ما نولد، وبعد ما نولد على طول ولا بعد ما نولد لحد امتى؟ بربوريوم، لان هو كل الفيزيولوجيكال تشينجز دي بتخلص في بعد عند ال 40 او بعد 6 اسابيع، فكل الهرمونز اللي كانت عاليه دي هترجع لوضعها الطبيعي، فبنستنى لحد البربوريوم ونشوف اذا كان لسه السيمتوم بتاع الستريس انكونتنس ده موجود ولا لا. فطبيعي ان هي ممكن تشتكي من ستريس يورينري انكونتنس نتيجه الانكريز انتر ابدومينال بريشر والويكنس او الريلاكسيشن اوف ذا سفنكترز. فالديفرنشال دايجنوز بتاع رابتشر ممبرينز عندك هيبقى ستريس يورينري انكونتنس او يبقى يورين، فتفرق طبعا اللايتر من اليورين كويس، او يبقى عندها اكسسيف فاجينال ديشارج بتاع الناتشرال فاجينال ديشارج من الاستروجين والبروجستيرون اللي بيبقى عالي. فهي هتيجي تشتكي من جاش اوف فلويد، فهتسالها نزل عليكي ميه، ميه قد ايه؟ هتقول لك اه ميه كتير غرقتني ونزلت على الارض، ولا يعني هي هتوصف لك ان فعلا في ميه كتير نزل عليها. هو اللايكر ده قد ايه؟ يعني اللايكر بيبقى كام كام لتر؟ 500 ده قليل قوي. 500 لتر 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 ونص يعني لتر ونص كمان لتر ونص ممكن يبقى لا لتر لتر ونص ده النورمال النورمال لتر لتر ونص اقل من 500 ده اوليجو هيدرانيس وبعدين اكتر بقى من لتر ونص او لترين اكشولي هو اللي بيبقى بولي هيدرانيس فعشان كده هو يعني ميه كتير انتوا متخيلين يعني ايه لتر لتر ونص فلما يحصل لها جاشا فلور لا في ميه كتير مش هتحس بحاجه ده قليله كده يعني عملت ستيننج للاندروير ولا وات ايفر لا هيبقى في ميه كتير نزلت عليها اوكي فهي هتشتكي من جاش اوف فلويد يعني الكلينيكال بيكتشر سيمتومز جاش اوف فلويد ساينز انت بقى هتلاقي ايه؟ يعني هتعمل لها اكزامينشن ولا لا؟ لا هو اعملها ولا ما اعملهاش؟ ممكن اعملها يعني مين بيقول اعمل لها وليه طبعا اعمل لها؟ هعملها عشان هو اصلا هو ينفع يعني لا 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 يعني انت صح دي تفكير منطقي جدا على فكره اي واحده يحصل لها رابتشر ميمبرنز 90% منهم اكسبكت انه يجي لهم ليبر بينز وذين قد ايه 24 اورز يعني خلال 24 ساعه هيجي لها ليبر بينز ليه؟ عشان الامنيوتومي اللي حصل ما هو الامنيوتومي ده من ضمن الحاجات اللي بنعملها عشان اوجمنتيشن اوف ليبر او اندكشن اوف ليبر عشان الريليز اوف بروستاجلاندز فلما واحده يحصل لها رابتشر اوف ميمبرنز انت تتوقع انه هيحصل لها يبتدي الانست اوف ليبر خلال 24 ساعة مش بعد 24 ساعة خلال 24 ساعة كلهم 90% منهم يعني اللي يفضل لهم بقى 10% اللي ما حصل لهمش رابتشر ما حصل لهمش يعني ستارتنج اوف ليبر هم دول اللي ابنورمال فانت يعني بتسيبها انت كده كده عارف ان هي هتخش في ليبر طبعا هنقول هنعمل لها ايه مش هنبقى سايبينها توتالي بس هي كده كده هتخش في ليبر انت مش محتاج تعمل لها اندكشن لان هي كده كده هتخش في ليبر منك طالما ما حصل لها رابتشر ميمبرز او 90% هتخش في ليبر طيب نعمل يعني ساينز بقى انا هعرف منين ان هي رابتشر يعني انا هي جات لي بتقول لي كده هقول لها اه فعلا يا مدام ولا في حاجه هعملها هعملها اكزامينشن هعمل يعني هعمل حاجه اتاكد ازاي ايوه سبيكولوم
بالظبط كده، لازم اعملها سباكيولا اكزامينشن، لازم اعمل سباكيولا واشوف اذا كان في بولينج اوف لايكر، يعني في لايكر بينزل في البوستيريور كورتكس ولا لا. ده رابتشر ميمبرينز يا دكاتره، ان في الميه نزلت اهو، حطينا سباكولا كويس، يعني اذا مش صوروني مفيش حاجه معانا، عندي ريزولتس في الشاشه. مش يورين ومش اكسس فاجينال ديسشارج. ايوه بالظبط كده، عارفين زي ما الشرايط بتاعت السكر كويس اللي هو بيحطوها في اليورين مثلا، واللون يغير لما السكر من كام لكام يغير يبقى لونه كذا، من كام لكام كده، فيعني هي نفس القصه بالظبط. وزي بالظبط البريجنسي تيست، لو ادت شرطتين يبقى هي حامل، لو ادت شرطه واحده يبقى هي مش حامل، نفس القصه. في حاجه اسمها النيتروزين بيبر، النيتروزين بيبر دي برده شرايط كده بنستخدمها ونحطها في اللايكر او الميه اللي موجوده دي، لو لونها غير وادالك بلو ديسكالوريشن يبقى هو ده كان لايكر فعلا، لكن لو لونها ما غيرش او ادالك اي لون تاني مش الكالاين، لان هو اللايكر ده الكالاين فلازم بيديك لون ازرق، لكن اليورين مثلا ده اسيدك، الانفكشن برده بتبقى اسيدك، فبالتالي هو عشان الكالاين بيديك اللون الازرق فبنعملها نيتروزين بيبر تيست. فالنيتروزين بيبر تيست لو اداك اللون الازرق ده بياكد لك ان دي كانت رابتشر اوف ممبرز. فاحنا بالنسبه للسيمتومز هتجي لك بجاشف لود، السايز انت هتعمل لها جنرال اكزامينشن، هنلاقي فيها حاجه جنرال اكزامينشن. ايه رايكم لو ما حصلش الكومبليكيشن زي الكومبليكيشن، يعني فيفر لو ما حصلش كوريا امينكس، لان هو الكومبليكيشن اللي انا ببقى خايفه ات از نوت ذا موست كومن بس الموست سيريس اللي انا بخاف منها، ان هو الكومبليكيشن ماتيريال يجيلها كوريو امينكس. ايه كوريو امينكس؟ ان حصلها انفكشن انسايد، لان هي خلاص بقت اليوترس ده مفتوح على الشرع، كان هو الساك ده هو اللي بيحمي البيبي وبيحمي اليوترس، لكن طالما ان هو بقى كده مفتوح على الفاجينا على كل الاورجانيزمز الموجوده في الفاجينا، فبالتالي ممكن يجيلها بولي مايكروبيال انفكشن ويجيلها كوريو امينايتس، فده اللي هبقى خايفه منه. لو جالها كوريو امينايتس هتبقى مانيفيستد باي فيفر، خلاص فيفر وتندر يوترس، لان هو ده المكان اللي بقى فيه الاورجانيزم وبقى اكنه فيه باس جوه اليوترس،
ففيفر وهلاقي يوتراين تندرنس. فالجنرال اكزامينشن الاقي فيفر، بس وانس لقيت فيفر يبقى انا مش بس رابتشر ميمبرز، انا رابتشر ميمبرز كومبليكيتد باي كوريوامينايتس. اوكي، فالجنرال اكزامينشن مهمه، مهمه جدا طبعا عشان اتاكد ان هي ما دخلتش مني في كوريوامينايتس او في كومبليكيشن، لان ذا فيرست كومبليكيشن اللي انا بقلق منها واللي بتقلقنا وبتخوفنا هي الكوريوامينايتس. بعرفها ازاي؟ بتكون العينه دي عندها فيفر من الاول. طب وبعدين بعد كده بالنسبه للجنرال اكزامينشن اكسكلود ان هو ما فيش فيفر، بعدين هعمل ايه؟ هل الابدومينال اكزامينشن هتفرق؟ مهمة عشان اشوف في التندرز. وايه كمان؟ فاندل ليفل بالظبط كده. فاندل ليفل هنا مع الرابتشر ميمبرز هلاقيه ايه؟ اقل من الفيري تبقى منوريه بالظبط، لان في ميه هنا نزلت، وبنقول الميه بتبقى من يعني من نص لتر لحد لتر ونص، فكل ده هتلاقيه ان هو اقل، فهتلاقيه فاندل ليفل بتاعك اقل. فالجنرال اكزامينشن مهمة عشان نشوف اذا كان في فيفر ولا لا. فالساينس بتاعتنا طبعا جنرال اكزامينشن اشوف في فيفر ولا لا، ابدومينال اكزامينشن اشوف الفاندل ليفل بتاعنا واذا كان في يوتراين تندرنس ولا ما فيش عندي يوتراين تندرنس، ده ابدومينال. طب امال لوكال اكزامينشن او فاجينال اكزامينشن؟ اعمل سباكولم اكزامينشن، سباكولم اكزامينشن واشوف البولينج ده، هشوف وانا بعيني، وبعدين هعمل عليه نيتروزين بيبر تيست عشان اتاكد ان هو ده لايكود مش اي حاجه ثانيه. اوكي، واضح يا دكاتره بنعمل ايه للعينه؟ طيب انفستيجيشنز بقى هتحب تعمل ايه؟ symptoms و signs. the signs اللي هو general examination و abdominal examination local examination و بعدين investigations. هتعمل ايه؟ الالتراساوند. الالتراساوند عشان نشوف فيه ايه؟ شوف الامونت اوف لايكر اراوند بيبي، اخبارها ايه. وطبعا ممكن الاقي في الايتيولوجي، يعني ما تبقى في الجستيشن ممكن يبقى في congenital anomaly، يعني ممكن يبقى في حاجة من الايتيولوجي الموجودة. ايه تاني ابقى عايز ابص عليه؟ ايه complication ممكن تحصل لما يحصل rupture of membranes؟ بلاسنتا هيحصل لها ايه؟ ابرابشن بالظبط كده، بلاسنتا سيبريشن. فتاني كومبليكيشن ممكن تحصل عندنا ابرابشن بلاسنتي، يحصل عندنا هنا مع بالذات مع السادن، ولو كانت بولي هيدرانيوس مع السادن جاشو فلويد يحصل بلاسنتا سيبريشن. الصوره اللي قبليها بتاعت البيبي والفوروت الرابشن هنا، ما لما نزلت الميه لو هي ببريشر جامد وصلت جاش فلويد كويس، ممكن البلاسنتا دي يحصل لها سيبريشن او يحصل حاجه اسمها ابرابتشو بلاسنتي. فبالتالي الكومبليكيشنز عندنا اللي هي الماتيرنال دي، ممكن اول حاجه والموست سيريس واللي بنبقى قلقانين منها جدا هي الكوريو اميونايتس. ثاني حاجه ممكن يحصل كومبليكيشنز ثانيه زي الابرابتشو بلاسنتي، فدي هتاكد بيها ازاي؟ ان انا بعمل الترا ساوند بشوف الاماونت اوف لايكر اراوند ذا بيبي اخبارها ايه. طب لو لقيت ان هو الاماونت اوف لايكر قليله، ده بيكونفيرم ان انا عندي رابتشر اوف ميمبرنز؟ مش شرط، بالظبط كده. ممكن يبقى ميه قليله اللي نزلت واحنا لسه وزين نورمال رينج. طب افرض ان لقيت نورمال اماونت اوف لايكر، هل ده معناه ان هي ما حصلهاش رابتشر ميمبرنز؟ برده مش شرط، لان ممكن قوي تكون ما قلتش للدرجه دي، او كانت هي اساسا بولي هيدراميس وبعدين بقت نورمال اماونت. فبالتالي هو بس بيديك فكره، بيديك فكره عن الاماونت اوف لايكر اراوند ذا بيبي دلوقتي اخبارها ايه. ليه؟ هل مهم اللايكر اللي حوالين البيبي ده؟ بالظبط كده. يعني اللايكر ده مهم ان هو طبعا بيحمي البيبي من انفكشن، دي نمبر 1. فلو مش موجود ممكن يجي كوريوامينايتس كمان للبيبي وسبسيميا للبيبي، بيسهل طبعا الولاده بعد كده. بس ايفن وهو موجود جوه ده البيبي محتاجه عشان النفس بتاعه، خلاص اللانج موفمنت، اللانج موفمنت دي عشان ما يحصلش لانج هايبوبليزيا، برده في نفس الوقت محتاجه عشان الليمبس، الليمب موفمنت عشان ما يحصلش ديسبليزيا في الليمبس او في الموفمنت بتاعك. كل ده هتلاقوه برده موجود في الاوليجا هيدرانيس، يعني بس احنا ما بنتكش عليها قوي هنا. ليه؟ لانه مش هتفضل لونج ستاندنج، انت محتاج لونج ستاندنج اوليجا هيدرانيس عشان يحصل لك القصه دي ان هي اللانج بتاعت البيبي تبقى افكتد او الليمبس بتاعت البيبي تبقى افكتد. فانت محتاج لونج ستاندنج اوليجا هيدرانيس. لكن ممكن برضو الفيتال كومبليكيشن هنا الكومبليكيشنز اوف اوليجوهيدرانيوس، لان لما الميه نزلت دي اللايكر حوالين البيبي قل، فممكن يبقى عندنا نفس الكومبليكيشنز بتاعه الاوليجوهيدرانيوس، من ان هو يجي فيتال ديستريس، من ان هو يحصل لنا ايه تاني؟ ايه تاني كومبليكيشن فيتال احنا قلناها؟ بريتر، لان قلنا خلال 24 ساعه من البريماتشور رابتشر اوف ميمبرنز هيجيلها ليبر بينز، فبالتالي البيبي ده يبقى بريتر. ايه الكومبليكيشن بتاعت الاوليجو هيدرانيوس بقى اللي هي لانج هايبوبليزيا او انه يحصل لنا ديسبليزيا، او يعني كل الكومبليكيشن بتاعت الاوليجو هيدرانيوس عامه. لكن المشكله الاساسيه اللي انت بتبقى خايف منها ما تبني الكومبليكيشن هي الكوريوامينايتس، هي ممكن تبقى ريفلكتد على البيبي برده وبريترم ليبر. اوكي، يعني بريترم ليبر دي بيور فيتال كومبليكيشن، ان هو البيبي يبقى بريماتور مع ريسبيراتوري ديستريس سندروم اللي هو ما فيش سيرفاكتنت كده، مع ان هو البيبي ده يبقى كل الحاجات بقى بتاعت البريماتوريتي من الريتينوباثي اللي مش عارف النيكروتايزنج انتيريكولايتس، الحاجات اللي انتوا خدتوها في الاطفال بتاعت البريماتور. اوكي، فده
البريماتشور او البري ليبر رابتشر اوف ميمبرينز. وليه بنبقى قلقانين منه؟ عشان الكوريو اميونايتس بس وعشان البريماتشوريتي. وخلي بالك ان هو التو كومبليكيشنز دول لو بصيت فيهم انت احسن انك تكمل الحمل ولا تيرمينيت البريجننسي. اه بالظبط، على حسب انا في انهي ستيج. طبعا لو انا حصل لي رابتشر اوف ميمبرينز مثلا عند 36 اسبوع او كده، طب خلاص ما دي كويس، البيبي ده ماتشور فده او تيرم يعني، فما عنديش الكومبليكيشن بتاعه البريماتشور. لكن لو تاخدوا بالكم انا بواي ما بين التو كومبليكيشنز دول، كوريو اميونايتس بريماتشورتي، انا عايزه البيبي يفضل جوه عشان ما يبقاش بري تيرم، لكن في نفس الوقت خايفه ان البيبي يفضل جوه عشان الكوريو اميونايتس. انتوا واخدين بالكم هما التو كومن او التو سيريس كومبليكيشنز بتوعنا عكس بعض المانجمنت بتاعهم. واحد منهم عشان البريماتورتي هتبقى عايز البيبي يفضل جوه، والثانيه كوريو اميونايتس هتبقى عايز تنزل البيبي وتنهي الحمل. فهو ده بيبقى الدايلما بتاعت البريماتور رابتشر ميمبرينز. طب انا اولدها ولا اخلي البيبي جوه؟ كويس، لان انت خايف لو ولدتها من البريماتورتي للبيبي، وفي نفس الوقت لو استنيت طب ما هو ممكن يحصل كوريو اميونايتس للام وبرده البيبي يبقى افكتد. فهي دي الدايلما بتاعت الكوريو البريماتور رابتشر ميمبرينز، نولد العيانه ولا نخلي البيبي جوه. اوكي، فايه الحاجات يعني انا كده لما اجي بقى اتكلم في الانفستيجيشن تقولته اللي هي الالترا ساوند والنيتروزين بيبر الام شور وكده. على حسب، على فكره ممكن الرابتشر ده يبقى حاجه صغيره ويسيل بعده كويس، وممكن الرابتشر ده ميمبرينز يبقى حاجه كبيره ومش ما يحصلش سيلينج بعدين، تلاقي ان هو مستمر البولينج اوف لايكر. يعني على حسب، مش لازم ان هو كله يبقى رابتشر ميمبرينز كبير قوي وينزل كل الميه، ومش لازم ان هو يبقى خرم صغير ويبتدي وتفضل تريكلينج، يعني على حسب. فانت المانجمنت بتاعك مش بيعتمد على كميه الميه اللي نزلت، بيعتمد على حاجات تانية. يعني انت هتقرر هتعمل لها مانجمنت ازاي مش على اساس كميه الميه، هنقول دلوقتي على اساس ايه. طيب احنا بس كنا عشان بنكمل في الانفستيجيشنز، فاحنا قلنا الالترا ساوند، والالترا ساوند كمان من ضمنه ان احنا بنعمل اسسمنت اوف فيتال ويل بينج. سؤال لا احنا الرابتشر ده بري ليبر او بريماتشور، ما هو ممكن يبقى في الفيرست ستيج وممكن يبقى عند 24 اسبوع، ممكن يبقى عند 28 اسبوع، خلاص يعني اي وقت قبل الليبر، قبل الانست اوف ليبر. اوكي، فطبعا بيبقى عندنا مشكله اقوى لو كان مش بس قبل الانست اوف ليبر، لا وكمان قبل التيرم، قبل ما يبقى فول تيرم يعني. لكن لو هو حصل لك يعني بعد 36 اسبوع وقبل الليبر، ده مش هيبقى عندك مشكله قوي ان الست تخش منك في ليبر، خلاص. طيب يبقى ده بالنسبه للانفستيجيشن. ايه المانجمنت بتاعنا؟ هنعمل ايه الواحده جالها بريماتور رابتشر اوف ميمبرينز؟ على حسب ايه؟ على حسب اذا كان عندي كومبليكيشن زي كوريو اميونايتس ولا لا، على حسب الماتوريتي بالظبط كده، اذا كان البيبي ده ماتور ولا مش ماتور، وحصل ليبر ولا لا. مش دي مهمه يعني؟ دول الثلاثه ايتمز المهمين عندي انا. اول ما يجي لي واحده بتقول لي ايه انزل عليا ميه، هبقى عايز اعرف اول حاجه هي ترم ولا لا، يعني انا ممكن اكمل معاها ابروسيد في ولاده ولا لا، انا خايفه قوي على البريماتشورتي. فمهم قوي اعرف نمبر 1 هي ترم ولا لا، نمبر 2 هي كومبليكيتد بكوريو اميونايتس ولا لا، ما هي ترم ولا لا ده الكومبليكيشن بتاعت البيبي اللي هو البري ترم ليبر، خلاص حصل لها انفكشن ولا لا، ده الكومبليكيشن بتاعتها اللي انا خايفه منها اللي هي كوريو اميونايتس، ودخلت في ليبر ولا لا، يعني انا عندي وقت اساسا ان مانج ولا خلاص دي بيجي لها كونتراكشن وهتولد. اوكي، فهم دول الثلاث حاجات اللي بيبقوا في ذهني وعايزه لهم اجابه عشان اعرف انا المانجمنت همشي ازاي. طيب لو كانت العينه دي لسه بريماتشور وبري تيرم، هي بري تيرم رابتشر اوف ميمبرز، يعني هي جايه لي في 28 اسبوع وحصل لها رابتشر اوف ميمبرز، ولسه ما جالهاش ليبر بينز، هتعمل لها ايه؟ ولسه مش كوريو اميونايتس، هتعمل لها ايه؟ هي استنى وما عملتش حاجه كده ولا تحب بروفلاكتيك ايه؟ انتي بايوتيك، لازم انتي بايوتيك طبعا، دي رابتشر ميمبرز فلازم تديها بروفلاكتيك انتي بايوتيك، ده لازم. وايه كمان؟ هي ما جالهاش لسه ليبر بينز، صح ولا ايه؟ بالظبط كده، لانج ماتوريتي، ما انا عايزه ابروموت لانج ماتوريتي، اديها ايه لانج ماتوريتي ده؟ ستيرويدز للبيبي بالظبط، هم دول الحاجتين الاساسيين، ان هي جالها رابتشر ميمبرينز ايوه، بس احنا لسه مش ترم، انا محتاجه اديها بروفلاكتيك انتي بايوتكس وقت ان الترم او مش ترم، يعني دي هتبقى ثابته معانا. طب امال الستيرويدز لو هي مش ترم، ساعتها ادي بروفلاكتيك كورتيكوستيرويدز عشان اللانج ماتوريتي بتاعت البيبي، لو هي ترم خلاص انا مش محتاجه اديها ستيرويدز. في حاجه ثانيه بتحبوا تجيبوها للعيانه؟ افندم عشان هي ريسك هتحطها في المستشفى، تديها الانتي بايوتكس وتدي لها الكورتيكوستيرويدز وتبص على ايه؟ يعني ايه
يعني انت هتكمل لحد امتى؟ يعني ايه الفولو اب بتاعك لحد ايه؟ طيب استنى نفسي اوصل لحد 37، خلال هذه الفتره انا مقعده العينه جنبي اعمل بيها ايه؟ يعني بعمل لها ايه؟ مونيتور فيتس بس ولا مونيتور ايه كمان؟ الانفكشن يعني همونيتور ايه؟ ما تقول له فيتا كويس همونيتور ايه؟ يعني هقول للنايب اعمل لها ايه؟ كلتشر يعني كلتشر ده لو في انفكشن فعلا وبس وكلام من ده، بس انت هتمونيتور الفيفر وتمونيتور ايه كمان؟ ماشي بس التندر ده ساين اوف كوريو امينايتس، ده هيبقى ساعتها حصل كوريو امينايتس، لو لقيت فيفر لقيت تندر ده حصل كوريو امينايتس. هل في بري كلينيكال؟ يا ما هو دول اسمه كلينيكال ساينز، بري كلينيكال ساينز امنيوسنتيسس، ما هي اوريدي امنيوسنتيسس، هي اوريدي بينزل منها ميه. ها تي ان سي الالترا ساوند هيوريك الاماونت اوف لايت ساينز. ايوه سي بي سي يا جماعه ساينز اوف انفكشن. في ايه؟ مش في حاجه اسمها سي بي سي اللي هو بنشوف فيه توتال ليكوسيت كاونت اخباره ايه والديفرنشال اخباره ايه واذا كان عندي ستاف سيجمنت ريشيو عامل ازاي، في شيفت وزلفت ولا لا. يعني كل دي حاجات بري كلينيكال، يعني قبل ما يجي لها كوريو امينايز اعرف ان العينه دي داخله في انفكشن. ايه كمان بيوريني الانفكشن؟ ايه تاني انفستيجيشن تحبوا تعملوها توريك اذا كان في انفكشن ولا لا؟ سي ري اكتف بروتين والاي اس ار بالظبط كده. ففعلا بنمونيتور بكده، بتلاقي يوم او يوم لا اعمل لها الحاجات دي عشان اول ما الاقي في بري كلينيكال ساينز اوف كوريو امينايز لا لازم اعمل لها ترمينيشن. يعني مش هستنى لما تبقى بقى الست كلها باس من جوه فيفر بقى ونازل منها باس او واليوتر ستاندر يعني هو ابسس بقى موجود وبعدين ساعتها اعملها مانجمنت. يعني بري كلينيكال يعني قبل ما يحصل لها ده، لا اول ما تخش مني في انفكشن وعرفت ازاي انها دخلت في انفكشن، لقيت التي ال سي ابتدى ان هو يبقى عالي، يبقى عندها ديفرنشال برده الديفرنشال ليكوسيتيك كاونت، عندنا شيفت وزلفت، يعني كل الحاجات اللي انتوا حطوها في البطنه بتاعت الانفكشن دي. اوكي ولو لقيت طبعا فيفر ده اونلي ساين انك انت تعمل ترمينيشن. طيب بعمل فولو اب بالحاجات دي، وايه كمان دول؟ دول اكنهم ماتيرنال فولو اب. طب هل في فيتال فولو اب تحبوا تعملوه؟ سي تي جي فيتال هارت اللي هو اسسمنت اوف فيتال ويل بينج، اللي هو اشوف الاماونت اوف لايكر باي فيزيكال بروفايل، الدوبلر اخباره ايه، ما يكونش بيبي ديستريس. هو ممكن يبقى ديستريس، مش قلنا الاوليجو هيدرامنيوس واللايكر ده هو محتاجه، فطبعا ممكن البيبي ده يخش منك في ديستريس، فانت لازم تاسس الفيتال ويل بينج، بتعمل فولو اب ريجولرلي لماتيرنال فولو اب وفيتال فولو اب عشان تعرف امتى تعمل ترمينيشن. طبعا الاوبتيمال وهي 28 اسبوع لسه اديها انتي بايوتكس واديها الستيرويدز واعمل لها فولو اب، والاوبتيمال اوصل معاها لحد 36 اسبوع. لو ما قدرتش يعني ايه ما قدرتش؟ يعني لقيت ان حصل لها ابتدى يجي لها ليفر فيلر، لقيت ان هو البيبي ابتدى يبقى فيه كومبليكيشن او الام ابتدى يبقى فيه كومبليكيشن في اللابس بتاعتها، يبقى ساعتها مضطر ان انا اعمل لها ترمينيشن. اوكي هتبدا تقالسز ولا لا؟ totally contraindicated. totally contraindicated. اي واحده رابتشر ميمبرز ما تديلهاش تقالسز. ليه؟ لان احنا خايفين اساسا من الكوريو امينايتس، فما فيش رول اوف تقالسز، ما حدش بيدي. طب دي 28 اسبوع برده ما فيش تقالسز، هو هتديها الانتي بايوتكس وهتديها الستيرويدز، انت ما تديش تقالسز. totally contraindicated انك تدي تقالسز لواحده رابتشر اوف ميمبرز، خلاص، لان احنا عندنا ريسك اوف كوريو امينايتس، هو ده اللي بنبقى خايفين منه قوي على الام وعلى البيبي، فما حدش بيدي تقالسز في واحده رابتشر اوف ميمبرز. ادي لها انتي بايوتكس طبعا، تدي لها انتي بايوتكس بروفيلاكتيك طبعا، تدي لها ستيرويدز عشان الماتوريتي بتاعه اللنجز بتاعه البيبي، لكن ما بنديلهاش خالص تقالسز. ما هو تقالسز عشان تطولي الحمل، ما انت لما الحمل يطول كويس وهي رابتشر اوف ميمبرز انت خايفه من الكوريو امينايتس، لان هتحصل لازم في بولي مايكروبس كده موجوده في الفاجينا لازم هتخش، بس هي هتخش امتى؟ هو ده السؤال. فعشان كده ما بتطوليش الحمل لانك انت خايفه من الكوريو امينايتس. اوكي في سؤال يا دكاتره؟ ما عشان كده بنقول الليبر هتبتدي غالبا خلال 24 ساعه، غالبا خلال 24 ساعه، فانت كده كده فعلا هتخشي في ليبر، فكل هدفك انك تدي انتي بايوتكس عشان تمنعي كوريو امينايتس وتدي كمان ستيرويدز عشان لانج ماتيوريتي، وانت عارفه ان الليبر هتبتدي. طب افرضي ليبر ما ابتدتش، افرضي ان هو في ال 10% اللي هو ما حصلش يعني ستارتنج اوف ليبر بينز بتاعتها بعد 24 ساعه، هتعمل ايه؟ هتكمل كده زي ما احنا بنقول، اللي هو انت دخلتها وحجزتها المستشفى وعملت تعمل لها فولو اب اللي هم كام في الميه؟ 10%، لان هو دول مش هيخشوا في الليبر، فهتعمل لها فولو اب ماتيرنال اند فيتال فولو اب. وانس انك لقيت في كومبليكيشن حصلت للام او كومبليكيشن للبيبي او وصلت الماتيوريتي، خلاص اعمل لها بقى ترمينيشن، والترمينيشن دي هتبقى على حسب اذا كانت هتبقى يا اما فاجينال روت او سيزاريان سكشن روت على حسب الاوبستريك انديكيشن بتاعها. لا مين قال حاجه يا جماعه؟ ثانيه واحده بس، هو بريماتشور رابتشر اوف ميمبرنز ده بيحصل امتى؟ بعد البايبس. لو قبل البايبس هسميه ايه؟ انيفيتابل ابورشن. فاكرين احنا قلنا ساينز اوف انيفيتابيلتي اللي هو لو حصل لنا رابتشر اوف ميمبرنز بيفور فيتال بايبس،
فهو ده حصل لك بعد الفايابيلتي لحد امتى؟ لحد الانست اوف ليبر. فعشان كده بنقسمه هو نفسه جواه من اول الفيتال فايابيلتي لحد الترم لحد 36 اسبوع، وبعدين من بعد 36 اسبوع لحد الانست اوف ليبر. خلاص، لو هو قبل ال 36 اسبوع ده هي دي اللي محتاج تديها ستيرويدز، لو هو بعد كده لا انت مش محتاج تديها ستيرويدز، بس الاثنين لازم تديهم انتي بايوتكس. طب في حد منهم بياخد تقارسز؟ لا مفيش حد بياخد تقارسز. مش اكيد انت بتديلها بروت سبيكترم انتي بايوتكس عشان بروفيلاكت انه ما يحصلهاش انفكشن، بس معنى كده ان اكيد مش هيحصل لها انفكشن؟ لا طبعا، ممكن الاورجانيزم تبقى اقوى من الانتي بايوتك اللي انت بتديه برضه يحصل لها انفكشن. اوكي، فهي بروفيلاكتيك انتي بايوتك عشان تحاولي انك تمنعي انه يحصل لها انفكشن او يحصل لها انفكشن بسرعه او يحصل لها انفكشن سيفير انفكشن. لان خلي بالكوا العينه دي امينو كومبرومايزد ولا لا؟ طبعا دي بريجننت، فكل بريجننسيز امينو كومبرومايز ستيت، فهي اساسا الاميونيتي بتاعتها مش زي اي واحده ثانيه، دي قليله اقل. ليه؟ لان هي بريجننت، بس لان هي بريجننت. لان احنا خدوا بالكم اول ايتيولوجي احنا قلناه ايه؟ بيكون عندنا element of infection هو اللي خلى ان الممبرينز دي يحصل لها رابتشر. خلاص، فهو ممكن اساسا يكون هي عندها سطر انفكشن او سب كلينيكال انفكشن هو ده اللي خلى يحصل لها الرابتشر اوف ممبرينز. في سؤال يا دكاتره في الرابتشر اوف ممبرينز؟ موضوع لطيف، موضوع لطيف. وبعدين يعني بيبقى فيه اللي هو الديسيجن، ما هو كل الابسيتريك هو يعني الارت اوف ديسيجن ميكنج، امتى تعمل الحاجه. طيب بعد كده عندنا البريماتيوريتي. في تيست تاني يا دكاتره غير ال احنا قلنا دلوقتي اللايتريزين بيبر تيست بتاع راكتشر اوف ميمبرز، مش كده؟ في تيست احنا قلنا نايتريزين بيبر بنعمله عشان نعرف اذا كانت هي راكتشر ميمبرز دي ميه ولا لا. في تيست تاني اسمه فيرن. انا زعلانه قوي من الكلام. ايه الفيرن ده يا دكاتره؟ خدناه ولا ما خدناهوش؟ ايوه خدناه. طبعا خدناه. اول ما تقابلنا فيزيولوجي اوف منستريشن يا دكاتره انتوا نسيتوا فيزيولوجي اوف منستريشن بوزيتيف فيرن اللي هو الاجورايزيشن نسيتوه ده ولا ايه؟ سيرفايكال الاندر الايفكت بتاع الاستروجين كويس في الميت سايكل، فهو ليه؟ عشان الووتر كونتنت بتاعت الصوديوم كلورايد والبوتاسيوم كلورايد وكده، فهو اللايكر برضه فيه صوديوم كلورايد وبوتاسيوم كلورايد، عشان كده لو جيت الميه دي الكولينج ده عملت منه نيتريزين بيبر او حطيته على سلايد وبصيت عليه بعد شويه هتلاقي فيه بوزيتيف فيرن او هتلاقي اربورايزيشن. ليه؟ لانه هو من السولت كونتنت اللي موجوده فيه. اوكي، فهو هيبقى عندك يعمل لك برضه بوزيتيف فيرن وبوزيتيف نيتريزين بيبر اللي هو اللايكر ده. فانت الفيرن اخذناه في السيرفايكال بالظبط كده اللي هو اخر اللي هو بري اوفيولاتري على طول لما يبقى الاستروجين بتاعنا عالي كويس، واهو هنا بتاع الرابتشر اوف ممبرنز. ليه؟ لان نفس القصه نفس الفكره، يعني انه في برده سولت اللي موجود سولت ووتر في موجود، فبالتالي بيعمل لك كريستلايزيشن او اربورايزيشن لو سبتها تدراي هذه السلايد اللي عليها اللايفر او عليها السيرفايكال بالظبط. ما هو مش سبيسيفيك بس يعني هتلاقيه موجود هنا، يعني هتلاقيه يعني في اليورين مش هيعمل لك كده مثلا، ماشي؟ فيعني فعشان كده يعني هو ممكن يقول لك ان ده لايفر غالبا. ده لا دكتور، هو الفلويد اصلا ممكن يكون ايدر اللايفر؟ ما قلنا مش قلنا ممكن يبقى اكسسيف فاجينال ديسشارج عادي، ممكن يبقى يورين. امال احنا قلنا ايه بالظبط؟ مش جايه من الصبح ازاي بقى؟ طيب ها يلا نفس الفيلم ريكورد بقى رجعوه تاني. ليه ممكن يبقى عندنا يورين في الفاجينا؟ ستريس يورين الانكونتس اللي بيجي 50% من الستات الحوامل عشان عندهم ريلاكسيشن بتاع السفنكتر وعشان عندهم انكريز انتر ابدومينال بريشر، فنص الستات الحوامل بيبقى عندهم ستريس يورين الانكونتس. محتاج علاج؟ لا مش محتاج، لانه بعد الولاده بعد البريبوريا هيبقى ساعتها ده نفس الريكورد على فكره انا بعيده هو نفسه بقى مش اي كلمه زياده. لا يعني هي لما نزل منها هي جايه نازله ديسشارج منها. كويس، انت دلوقتي نازل منها ديسشارج، الديسشارج انت مش عارفه ايه؟ يعني انه ليه هيخش جوه يعني بقى البلف؟ لكن ليه ان هو يخش لها جوه؟ ماشي مش هيبقى جوه، لكن هو هيبقى ممكن يجي لها ستريس يورينري انكونتس. لكن ممكن طب احنا ممكن نلاقي سؤال كده، طب هل الديفرنت طبعا مش سؤال في الامتحان، قصدي سؤال بنفكر مع بعضينا، هل ممكن يبقى في يورين في الفاجينا؟ بالظبط كده ممكن يبقى في فيستولا. على الريموت بس يعني ممكن يبقى في فيستولا. طيب ايوه بس بنفكر مع بعض يا جماعه، ما هو يعني ما هو كل الطب ده تفكير. ايه البوسيبيليتيز؟ ايه البوسيبيليتيز بتاعت الحاجه؟ يحصل ولا ما يحصلش؟ اساسا اللي عندها فيستولا دي عامه ممكن تبقى ابنوريك وانفرتيليتي، فمش انها هتبقى بريجننت. ريموت بوسيبيليتي، بس يعني امتى ممكن انك تلاقي حاجه زي كده؟ فعلا لو عندها فيستولا، يعني بس عشان نبقى بنفكر يعني نبقى فاهمين الحاجه دي ممكن تحصل ازاي.
طيب البريماتوريتي بقى يعني ايه بريماتوريتي؟ ديفينيشن اوف بريماتوريتي يعني delivery of the fetus before 37 weeks gestation او complete 37 weeks. طيب ايه الايتيولوجي؟ ليه ممكن ان هو يبقى عندنا prematurity؟ ممكن ما تقولي مفيدة طبعا rupture membranes rupture membranes premature بكل الايتيولوجي ده بتاع rupture membranes سواء infection او idiopathic او whatever خلاص. فلو هي حصل rupture membranes بتقول خلال 24 ساعة 90% منهم هيجي لهم ليبر هيجي لهم كونتراكشن وهيجي لهم ليبر فبالتالي ممكن الايتيولوجي بتاعنا يبقى اللي هو رابتشر ميمبرنز. ايه كمان انت عارف ده ان البيبي اصل ده ممكن تبقى الام ده مين ده الام يعني لما بيحصل انترا ترانفيتال ده عامه بيبتدي يحصل يوتراين كونتراكشن. ايه كمان ميديكال افندم لو هو السيرفيس اساسا انكومبتنت يعني سيرفيس انكومبتنت اسمس فممكن ان هو يجي لها بريماتوريتي بريماتور ليبر اللي هو افتر فيتال فيابيلتي بس بيفور تيرم فده بريماتوريتي كويس. طب ما هو امتى هقول عليه ابوش وامتى اقول عليه بري تيرم؟ على حسب لو حصل ده بيفور 24 اسبوع هيبقى سكند ريمستريك ابورشن او يعني هيبقى ابورشن لكن لو حصل لها بعد 24 اسبوع بعد فيتال فيابيلتي ده هيبقى بري تيرم ليبر مش كده ولا ايه يا دكاتره؟ يعني هو نفس الكوز ممكن بس على حسب التايمنج بتاعه امتى بيفور فيتال فيابيلتي ولا افتر فيتال فيابيلتي كويس. ايه كمان؟ مالتي فيتال جيستيشن بوريا بوريا هايدرامنيوس كويس كونجنتال انوميلي في البيبي يعني كل دي حاجات ممكن تعمل لنا اوفر ديستنشن اوف ذا يوترس فستيموليت لان احنا مش عارفين ليبر بتبتدي ليه فبالتالي البريماتوريتي برده مش هنبقى عارفين ابتدت ليه فهي ممكن قوي انه الاوفر من ضمن الثيوريز اوفر ديستنشن اوف ذا يوترس اللي هو من بولي هايدرامنيوس من مالتي فيتال جيستيشن من كونجنتال انوميلي تعمل لها ستيموليشن او انيشيشن اوف يوتراين كونتراكشن ويجي لها بريماتوريتي او بريماتور ليبر. اوكي افندم يعني صعب قوي ان التروما تعمل لك كده يعني صعب ان التروما تعمل كده هتعمل لك ثرو بقى رابتشر ميمبرنز وريليز اوف بروستاجلاندنز فتعمل لك كده اندايركتلي ده بالنسبه للايتيولوجي فاهم ده لو اليوترس فيه كونجنتال انوميلي ان هو فيه ستيت يوترس او بايكورن يوترس فبالتالي الكاباسيتي برده بتاعه اليوترس صغيره فهتنيشيت ليبر بدري. لو تاخدوا بالكم هي زي الحاجات بتاعت فيها حاجات من الابورشن بس هو على حسب الفيابيليتي يعني انا لو بتكلم على نفس الكوزز دي قبل 24 اسبوع هي هتحطها بس نفسها بعد 24 اسبوع هتبقى اسمها بري تيرم ليبر قبل 24 اسبوع هيبقى اسمها ابورشن او انفيتابل ابورشن خلاص. طيب الكلينيكال بيكتشر سيمبتومز العيانه هتيجي تشتكي من ايه؟ ليبر بينز تولد بيجي لها ليبر بينز فمهم هنا ان انا افرق ما بين اذا كانت دي ترو ليبر بينز ولا دي براكسن هيبس كونتراكشن خلاص بشوف اذا كانت هي بتعمل ايه هفرقها بينهم ازاي؟ دي اهم حاجه لان ممكن الحاجات دي ما تبقاش تقول لك انا ولا عارفه انام هي مش عارفه تنام عشان هي مش عارفه تنام مش عشان ان هي يعني فاهمين قصدي كلها حاجات سبجكتيف كل اللي احنا بنقوله ده في الاول سبجكتيف الا لو انت مقعد العيانه وانت اللي بتشوف بنفسك انكريزنج انفريكوينسي سترينث اند ديوريشن والكلام ده لكن لو انت بس بتاخد هيستوري من العيانه قبل ما تقوم تعمل لها اكزامينيشن فانت الحاجات دي سبجكتيف انا لازم اتاكد فعلا ان هي كل 10 دقايق بيجي لها كونتراكشن ولا كونتراكشن دي بتنكريز الفريكوينسي بس اهم حاجه ان هي تعمل لك سيرفايكال تشينجز ولا لا لو عملت لك سيرفايكال تشينجز دي تبقى ترو ليبر بينز لو اللي هي بريماتوريتي يعني خلاص لكن لو ما عملتلكش سيرفايكال تشينجز هي دي بتبقى البراكسن هيكس كونتراكشن اللي هي مش هتدخلها في ليبر لان هي بدليل انها ما عملتليش سيرفايكال تشينجز. اوكي فالكلينيكال بيكتشر هنا انك هتيجي العيانه دي تشتكي مني يا اما رابتشر ميمبرنز يا ان بيجي لها ليبر بينز فانت الساينز هتعمل لها ابدومينال اكزامينشن تشوف اذا كان بيجي لها فعلا هذه ترو ليبر بينز تحطها على السي تي جي تتاكد برده بيجي لها ده كل ده ابدومينال اكزامينشن خلاص تحطها على السي تي جي تعرف اذا كان فعلا بيجي لها كونتراكشنز وقد ايه الانتنسيتي بتاعه الكونتراكشنز دي والفريكونسي والسترانس والديوريشن بتاعها. طيب ايه انفستيجيشنز تحب تعملها لها؟ ها؟ قلنا سي تي جي وايه كمان؟ الالتراساوند هيفرق معاك هتشوف في كوز ولا لا لكن انت مش ما بتشوفش كونتراكشنز فاندم فهو اللوكال اكزامينشن اللي هو البي في هو اللي مهم عشان اشوف عندي سيرفايكال تشينجز ولا لا اللي هو دايلاتيشن اند افيسمنت. في حاجه بقى زي فاكرين التست بتاع الالتراسين بيبر اللي احنا عملناه في كمان حاجه اسمها فيتال فايبرونكتين ايه الفيتال فايبرونكتين ده ماده كده بتبقى سكريتد من الفيتس من اسمها فيتال فايبرونكتين خلاص
بتخلي البيبي يبقى فعلا لازق كويس على الديسيديو او في اليوترس او كده. لو ابتدى البيبي ده ينفصل، ايوه يعني ينفصل، يعني انه هيبتدي يبقى فيه بري تيرم ليبر او هيبتدي يحصل لي ليبر، فهلاقي الفيتال فايبرونكتين دول بوزيتيف او ان هم موجودين. لما اجي اعمل اكزامينشن كويس هعرف هلاقي ان هو فيها بوزيتيف فور فيتال فايبرونكتين، ده بيديكيت ان الست دي هتخش مني في بري تيرم ليبر. يعني ده وان اوف ذا بريدكتيف فاكتور ان الست دي ممكن تخش في بري تيرم ليبر. ليه؟ لان الجلو اللي هو بيلزق البيبي او يعني هو اللي ماسك البيبي في اليوترس او في الديسيديو ابتدى ان هو ينزل وينفصل، فبالتالي ده انديكيشن انه ممكن يحصل بري تيرم ليبر. فده تيست مش سبيسيفيك قوي، ولكن هو ممكن ان هو بيتعمل بيانديكيت ان هو هيحصل لها، ممكن يحصل لها بري تيرم ليبر. لكن لو ما لقيتش الفيتال فايبرونكتين، يعني هي الست بتشتكي من كونتراكشن بيجي لها ليبر بينز، وانت لقيت سيرفايكال تشينجز يعني اللي هو بس 2 سنتيمتر دايليتد، بس الست دي مالتي، تفرق مالتي ولا برايمي؟ اه طبعا، لان في حاجه اسمها مالتيبرس اس، يعني كانت والده قبل كده طبيعي، فبيبقى السيرف بتاعها ان هو واسع شويه سنتي 2 سنتي كده، بس مش عشان هي سيرفايكال تشينجز وبتولد، هو ده اسمه مالتيبرس اس، يعني ده الاس بتاع واحده مالتي بارا خلاص، عشان ولدت قبل كده وحصل لها سيرفايكال تشينجز قبل كده، فممكن تبقى لسه كيبنج هذه السيرفايكال تشينجز. طب هتاكد ازاي هو ده سيرفايكال تشينجز فعلا بتحصل ولا ده بس مالتي بارا اللي هو بعمل فيتال فايبرونكتين؟ لو لقيته بوزيتيف اه يبقى هي فعلا يعني بري تيرم ليبر، لو لقيته نيجاتيف يبقى هو ده لا غالبا ده مالتي بارا. طبعا هو اتس نوت سنسيف، اتس نوت سبيسيفيك، ومش بنعمله اكشوالي. اللي بنعمله هو السيرفايكال تشينجز اللي هي بتحصل ولا لا، ومن قبل السيرفايكال تشينجز اصلا السي تي جي، لان السي تي جي هيوريك على طول ان فيها يوتراين كونتراكشن والانتنسيتي بتاعتها قد ايه. ما هي لو 15 مللي 20 مللي خلاص دي غالبا براكستون هيكس، لكن لو هي 40 50 60 مللي يبقى دي الترو ليبر بينز. اوكي، يعني الانتنسيتي بتاعه الترو ليبر بينز غير الانتنسيتي بتاعه البراكسن هيكس كونتراكشن، والريجولاريتي طبعا مختلفه والفريكوينسي بتاعتها مختلفه. البيبي نفسه، البيبي نفسه من السيلز بتاعه البيبي هو بيفرز ده هذا الكيت فايبرونكتين عشان يلزقه كويس. ما هي مش لازم يكون في برام، يعني مش لازم يكون في رابتشر اوف ميمبرين، يعني في فايبرونكت انت هتلاقيه بس من غير ما يكون في رابتشر اوف ميمبرين من بره، مش السيلينج. ما هو بيسيل، يعني دي عندك اهو اليوترس كويس، وبعدين ده الساك كويس، في الحته دي عندك الفيتا فايبرونكت، انت مش لازم يحصل لك رابتشر اوف ميمبرين خلاص، فبالتالي الفيتا فايبرونكت ده انت هتلاقيه موجود. طيب في سؤال يا دكاتره بالنسبه للانفستيجيشنز؟ ليه مش بس اليو تي اي، اي انفكشن بالظبط؟ عشان البروستاجلاندنز، يعني البروستاجلاندنز اللي هي من الانفكشنز دي هي بتعمل لك بري يعني بري تيرم كونتراكشن، زي الفكره بالظبط بتاعه الامنيوتومي والريليز اوف بروستاجلاندنز. اي انفكشن يا دكاتره مش بس اليو تي اي، اي انفكشن ممكن تبريديسبوز للبري تيرم ليبر. ليه؟ عشان البروستاجلاندنز ان هي تعمل ستيميليت يوتراين كونتراكشن خلاص. عشان كده برضو بنقول الست اللي هي في البوستر، هناخدها في البوستر، السيمن السيمينال فلويد في بروستاجلاندنز، فبالتالي بنقول دايما البرايمس انه يحصل انتركورس في الثيرد تريمستر عشان يستيميليت ليبر. وليه قلنا البرايمز؟ لان بالذات البرايمي دي اول ما تبقى قربت تولد تروح تقعد عند مامتها وتسيب بيتها، ومامتها بقى تخدمها وكده، يعني ايوه ما بيحصلش بقى انتركورس، ما هي قاعده عند مامتها ماشي. لكن احنا محتاجين الانتركورس ده عشان السيمن برده فيه بروستاجلاندنز، وليه نفس الفكره ان هو هيستيميليت تراين كونتراكشن. يعني انت لما تجي لك واحده ست مثلا في الاخر عند في الاسبوع 39 على 40 بتقول لها اتمشي اه عشان الراس تنزل في البلفس، وكل شويه حاجات فيها بروستاجلاندنز زي ايه؟ الناس كلها عارفه ايه حاجات الاكل اللي فيه بروستاجلاندنز؟ الجنزبيل صح، الجينجر اه، ايه كمان؟ والقرفه بالظبط كده، وايه كمان؟ والبلح طبعا، التمر يا جماعه ده ستنا مريم ولدت بيه التمر، وايه كمان؟ ايه كمان؟ حاجه واضحه جدا، البيض طبعا، البيض ده يا ربنا ده رهيب، ده موجود، ده كلهم عارفينه، البيض بروستاجلاندنز، فهي تاكل بروستاجلاندنز عشان يستيميليت تراين كونتراكشن، وايه كمان؟ وتعمل انما طبعا. طب ايش دخل الانما؟ ما هو البيستالسس بتاعت الانتستن دي ممكن تبقى ريفلكتد لليوترس، فيحصل برضه يوتراين ستيميليتي تراين كونتراكشن. وايه تاني؟ التمشيه دي مش هتريليس بروستاجلاندز بس عشان تنزل البيبي جوه الفلوس. وانس انها وصلت ل 36 ولا امتى؟ اه يعني بتبتدي الحاجات دي بعد وكمان والانتركورس يا دكاتره، ده اكتر الحاجات بقى انتركورس، انتركورس عشان السيمن نفسه فيه بروستاجلاندز، اندوجنس بروستاجلاندز عشان تستيميليتي تراين كونتراكشن. حتى كتير تيجي الستات تقول لك ايه؟ انا بيحصل لي وجع بعد الجماع، بحس بوجع جامد.
حضرتك هتحسي بوجع جامد لان السيمن اساسا فيه بروستاجلانز. عشان كده برضو في الاول خالص في الفيرست ترايمستر لو عندها ثريتند ابورشن بنقول لها ايه؟ ريست باد ريست وما فيش كمان ابسنت من سكشوال انتركورس عشان برضو البروستاجلان نفس الفكره. هي الفكره بس انت هتشوف توظفها ازاي. زي بالظبط انت عارف الاوفيليشن بيحصل امتى، يا اما يحصل تايم انتركورس لو هي عايزه تحمل، يا اما يحصل ابسنس لو هي عايزه كونتراسبشن. انت تبقى عارف الكونسبت وتوظفه على حسب انت محتاج ايه دلوقتي. كنت هتقولي حاجه؟ مش سامعه. شوكولاته فيها بروستاجلاندز؟ لا دي بالنسبه لي معلومه جديده، معرفش هي فيها سيروتونين بس فيها بروستاجلاندز. كل الحاجات الناتشرال احسن من السنتر، يعني انها تبقى فارماكولوجيكال. يعني كل ده ناتشرال ومش محتاج تحجزها. يعني انت محتاج تحجزها ليه؟ الست قاعده بتاكل مش عارف في جينجر ولا بتاكل في اللي بتاكل، يعني انا قصدي مش حاجه فارماكولوجيكال بدوزز بتايتريشن بكده خلاص. فيعني انت مش محتاج تحجز العينه دي، كلها حاجات ناتشرال وهم بيبقوا عارفينها. بتقول لك انا عمال اكل في بيض وتمر ومش عارف وبيحصل انتركورس وبتمشى مش عارف قد ايه وكده وبشرب زيت خروع. بتشرب زيت خروع؟ اه طبعا بتشرب زيت خروع، هو ده نفس فكره الانما خلاص عشان يعمل لها بتاع. فدي كلها حاجات. ده انتوا لما تشتغلوا جي بي مش هتشتغل، يعني لازم المعلومات دي تبقوا عارفينها، ده اساسي يعني. طيب ده بالنسبه للانفستيجيشن. طبعا سي تي جي هو ده اللي هيحدد لي اذا كانت فعلا دي ترو ليبر بينز كده ولا فورس ليبر بينز. طب اعملها بس ازاي يا دكاتره؟ لو ايه؟ ريلاتيف يعني مش غلط، مش توتال. اصل هي هتاكل قد ايه بلح؟ هتاخد ينفع وتيجي تلاقيها بتقول لك طب بصي ممكن اخد سينابون ولا يعني قد ايه؟ يعني قد ايه؟ يعني قد ايه؟ تريتمنت تريتمنت يا دكاتره هنعمل لهم ايه؟ البريماتيوريتي دول هنعمل لهم ايه؟ احنا قلقانين من ايه؟ ايه الكومبليكيشنز بتاعتنا؟ كومبليكيشن بريماتيوريتي على البيبي كله بقى فينا فيتل، مفيش ماتيرنال كومبليكيشن. فيتل كومبليكيشن اللي هي من اول الريسبيراتوري ديستريس طبعا عشان النيوموسايتس مش هتكون لسه عملت السيرفكتنت بتاعها، فاللنج ممكن يبقى لسه لنج مش ماتيور بتاعه البيبي. مع بعد كده ريتينوباثي او بريماتيوريتي مع نيكروتايزنج انتيروكولايتس مع كل الحاجات اللي انتوا عايزينها بتاعه البريماتيور. فعشان كده دي كومبليكيشن، مش عايزه الست تخش في بريماتيوريتي عشان ما يبقاش في كومبليكيشنز على البيبي. طب يبقى هعمل ايه؟ ايه التريتمنت اللي انا هعمله؟ ستيرويدز طبعا لازم اديها ستيرويدز عشان تستيميوليت اللونج ماتيوريتي. بدي الدوز بتاع الستيرويد قد ايه؟ مهمه؟ اه مهمه جدا، مهمه جدا. قليلين قوي في الناس على فكره اللي فيها دوزز، قليل قوي قوي قوي. يعني غير الاطفال يعني. ايه انواع الستيرويدز اللي انتوا تعرفوها؟ ايوه بيتا ودكسا، بيتا ميسازون. بالظبط كده. لا دول مهمين. لا وبعدين في البراكتس بتاعكم ده مهم، هتكتب للعيانه ايه؟ هكتب لها ايه؟ طب ايه الفرق بين البيتا ميثازون والدكسا ميثازون؟ الاثنين انجكشن. ايه الفرق؟ ايوه واحد لونج اكتنج بالظبط كده، واحد انهي لونج اكتنج وانهي شورت اكتنج؟ ده لونج اكتنج وده شورت اكتنج. خلاص؟ الدوز بتاعتهم قد ايه يا دكاتره؟ 24 مللي. انهي واحد؟ الاثنين. سهله جدا، مفيش اسهل من كده. الدوز عندنا في النساء سهله لان احنا ما بنعرفش نحفظ، عشان كده الدوز عندنا سهله خلاص؟ يعني سهله عشان نقدر نحفظها. فاهم؟ بس عشان واحد لونج اكتنج والثاني شورت اكتنج، منطقي يعني كله منطقي جدا. الدوز فيري منطقيه جدا ان هو الاثنين 24 مللي بس في واحد منهم لونج اكتنج وواحد شورت اكتنج، فالمنطقي ان اللونج اكتنج ده هديه مور فريكونت ولا لس فريكونت؟ هديها على مرتين، فرق بينهم 12 ساعة، يعني هدي 12 جرام بعد 12 ساعة 12 ملي جرام سوري، بعد 12 ساعة 12 ملي جرام تانيين وخلاص. يبقى هدي البيتا ميثادون على 2 دوزز، بيتا ميثادون بديه على 2 دوزز. خلاص؟ وبقى 2 دوزز كل 12 ساعة. فندم؟ طب هنقول دلوقتي، هنقول الست بس نكمل الدوزس وهنقول الست. كويس؟ انا فرحانه جدا انكم يعني انتوا مايندد بالست هعملها ايه؟ لان هو ده اللي هيخليك ما تنساش الحاجه، يعني هعمل ايه مع العيان؟ طيب ال 24 مللي جرام بتوع الدكسا هديه ازاي؟ هديه بقى على اربع مرات لان هو شورت اكتنج خلاص، فه يعني هيبقى الدوز بقى بتاعت الاربع مرات دي فيها كام واحد؟ 6 مللي جرام بالظبط كده. 6 مللي جرام كل قد ايه؟ 6
ست ساعات. ست ساعات اليوم فيه ساعة. لا لا كل 12 ساعة برضه. انت ما كانش اربع مرات. اربع مرات صح كده خلاص. صح ايه صح حتى ايوه صح صح لانه شورت اكتف ما هو بنفكر بس حتى لو انت نسيت كان الكتاب مكتوب فيه ايه مش مشكله انت عارف ده لونج اكتف وده شورت اكتف وده ايه يبقى هتعرف بالظبط تجيبها صح ماشي طالما انت عارف ان ده عشان لونج اكتف وده شورت اكتف فبالتالي ده شورت اكتف فمحتاج انك تديه ورا بعض الاربعه دوزز كويس يعني اوفر 24 اورز هتكون خلصت الدوزز بتاعتك وهنا برده اوفر 24 اورز هتكون خلصت الدوزز بتاعتك ده كده مرتين ولا ثاني بعد ما تخلص الدوز دي مش بعيدها تاني 24 12 لا صح لان هو خلال 24 ساعه بتخلصي الدوزز خلال 24 ساعه بتخلصي الدوزز اسف ايه خلال 24 ساعه بتخلص الدوزز بتاعتك وبعديها ب 24 ساعه ممكن يحصل ولاده تاني هنقولها يعني انت بتدي الدوز على 24 ساعه يعني هي جات لك الست دلوقتي اديت لها البيتا ميثازون خلاص اديت لها قد ايه 12 ملي جرام بيتا ميثازون وبعد 24 ساعه بعد يوم يعني النهارده اهو الساعه 8 الصبح اديت لها البيتا ميثازون بكره 8 الصبح اديها البيتا ميثازون يبقى انا كده خلصتهم التو دوزز في 24 ساعه صح ولا لا؟ خلصوا خلاص سيف انها تولد بعديها ب 24 ساعه طب افرض ان هي لا كانت في طلق ولاده ولدت بعديها بساعه خلاص ما يجراش حاجه يعني هو الاوبتيمال ان هي تولد بعديهم ب 24 ساعه عشان تكون الدوزز دي بقت فعلا افكتيف يعني ان عملت الايفكت بتاعها بتاع السيميليشن اوف فيتال لونج ماتيوريتي خلاص طب افرض ما عندناش بيتا ميثازون عندنا دكسا ميثازون خلاص ادي دكسا ميثازون هدي دكسا ميثازون ازاي برده النهارده جات لك النهارده الساعه 8 الصبح اديت لها الدوز 8 بالليل هتديها 8 الصبح وبعدين 8 بالليل اوكي فكده تكون انت اديت الدوزز بتاعتك بس كده خدت بس كده انت خدتهم على يومين بس دول اتاخدوا على يومين اوكي في سؤال الدوز واحده دي كفايه ان هي تعمل لهم الدوز واحده كفايه ان هي مش دوز واحده انت بتدي تو دوزز اهو ال 24 ملي جرام ال 24 ملي جرام كافيه انها تعمل فيت اللانج ماتشر طب يعني احنا دلوقتي جات لنا الست دلوقتي هنعمل ايه؟ يعني جات لك العيانه ولقيت ان هي دلوقتي حامل 32 اسبوع خلاص؟ سيب دلوقتي حامل 32 اسبوع عملت لها بتقول لك ان بيجي لي ليبر بينز عملت سي تي جي لقيت فعلا ان فيها كونتراكشنز بتيجي كويس عملت لها اكزامينيشن لقيت ان هي مثلا 2 او 3 سم دايليتد طب هعمل ايه؟ ما هو ما ينفعش هو لازم تديهم كده فهتبتدي تديها ان شاء الله حتى اديت لها اول دوز وبعدين راحت والده مش مشكله خالص حتى دكاتره الاطفال بيقولوا لنا ايه اديها لها وانت موديها على اوضه العمليات دول يعني اديها لها وخلاص احنا بس بنقول امتى الاوبتيم يعني لو قالك ايه طب اتس باتر لو انا قادر ان انا يعني اخلي ليبر تستنى ان انا اديها شورت تيرم تقالسس اديها شورت هي مش رابتشر ميمبرنس فممكن اديها تقالسس ما واحده بيجي لها بريماتشوريتي كويس انا محتاجه اديها تقالسس ايوه التقالسس هتاثر ولا لا لو هي لسه مش افيشنت كونتراكشن هتاثر خلاص يعني عندها سيرفايكال تشينجز بس لسه ما عندهاش افيشنت كونتراكشن اللي هو مش بيجي لها بقى 3 كونتراكشن في 10 دقايق كل واحده تقعد مش عارف ايه يبقى ساعتها ممكن ان هي تاثر بس غالبا بتبقى شورت تيرم يعني ايه كلمه شورت تيرم؟ شورت تيرم يعني جيف مي تايم انف ان انا اديها الدكساميثازون او البيتاميثازون يعني بس مجرد انها بتبقى 24 ساعه او 48 ساعه عشان الدكسا او البيتا يشتغل او الحق انقلها لمكان فيه نيونيتال اي سي يو لان دي محتاجه انكيبيتر البيبي ده محتاج انكيبيتر مش كده ولا ايه دكاتره افرض ان انا في الوحده الصحيه بتاعتي مفيش طيب على الاقل اديها الدكساميثازون ده وبعدين انقلها لمكان يكون فيه مكان فيه انكيبيتر بحيث ان الست دي تولد اوكي نعم كنت عايزه اسالها لان دي اهم حاجه بالنسبه لي مش بنشيل حاجه ثانيه هو ده عشان اللانج ماتيوريتي يعني احنا بندي السيرفاكسن ده عشان اللانج ماتيوريتي يبقى انا اهم حاجه عندي بدي سوري الستيرويد اهم حاجه ان انا اديها ستيرويد يا اما بيتا ميثازون يا اما دكسا ميثازون على حسب اللي عندك ايه لونج اكتنج او شورت اكتنج واتس اوبتيمم ان هو تولد هي بعديها ب 24 ساعه طب افرض اتاخرت بعد 24 ساعه قعدت يومين ثلاثه اربعه خلاص ما يجراش حاجه هي خدت الدكسا ميثازون بتاعها كان زمان بيقول لك ايه كرر الدوز دي كل اسبوع دلوقتي بعد كده لما عملوا ستاديز عليها لقوا ان هي دوز واحده تكفي وخلاص دوز واحده اللي هي ال 24 ملي جرام يعني 24 مره ملي جرام مره واحده بتكفي مش لازم انك انت تكررها كل اسبوع يعني كنا زمان يقولوا لنا لازم تكررها لو ما ولدتش هي يبقى كل اسبوع تكرر لها ال 24 ملي جرام بس دلوقتي ان هو لا مش محتاجه انك انت تكرر لها ال 24 ملي جرام كل اسبوع ده ستيرويدز ليه سايد افكتس ولا مالوش؟ ليه سايد افكتس طبعا بس ليه يعني فكره في البراكتس ناس تروح عامله كده بس اتس نوت جاستيفايد مش جاستيفايد يعني هي لو ضغطها عالي او جالها سكر هي اساسا
كل الحوامل دايبيتوجينيك خلاص، ما ممكن يجي لها سكر، ممكن على حظك انت الدوز دي اثرت فيها. طب انت ما تديهوش غير لما تكون محتاجه، زي بالظبط فكره طب ما كل اللي يحملوا اديهم بروجستيرون في الاول وخلاص اهو عشان ترتا. لا مش هتدي بروجستيرون لكل النساء ولو محتاجه بس، لان كل حاجه ليها سايد افكتس. نفس الفكره بالظبط اوكي. فانت لو هي في ريسك اوف بريماتوريتي، هيستوري اوف بريماتوريتي، عندها حاجه من الريسك فاكتورز دول، توينز، مش عارف الالترا ساوند بتاعها لقيت ان السيرفكس شورت، شورت اقل من كام؟ 2.5 بالظبط كده، 2.5 زي بالظبط في الاسمك انكومبتنس، يعني 2.5 سنتي السيرفايكال لينث. يبقى كل ده بيبين انه ده ريسك اوف بريماتوريتي او ريسك اوف ان السيرفكس ده يفتح بدري او كده، ساعتها ممكن تروح مديها الدكساميثازول خلاص. او جات لك اوريدي عندها بري تيرم ليبر بينز، يبقى ساعتها برده هتديها الدكسا او البيتا ميثازول. ممكن تديها الحقنه دي وما تقولكش يعني، ممكن وتكمل ما يجراش حاجه، ممكن تكمل بقيه الحمله عايز. ما انت هتديها دي وايه؟ دي وبس ولا دي وحاجه ثانيه معاها؟ هنديها ايه ثاني ده كده؟ ليه اديها انتي بايوتيك؟ هي رابتشر ممبرنز؟ لا ثانيه واحده بس، دي بريماتوريتي، دي ما حصلهاش رابتشر ممبرنز، الست دي جايه بس. لا ما فيش بروفيلاكتيك انتي بايوتيك غير لو هي حصل لها رابتشر ممبرنز، يعني في كوز ليه اللي يعني انت لو هي بريماتوريتي ديو تو رابتشر ممبرنز يبقى انت بتديها انتي بايوتيكس عشان ايه؟ عشان رابتشر ممبرنز وليس عشان بريماتوريتي. ما فيش حاجه اسمها بريماتوريتي اديها بروفيلاكتيك انتي بايوتيك. ليه؟ هي هيجي لها طبعا من نايتس البريماتور، يعني انا في المستشفى هو اي واحده تخش المستشفى وديها انتي بايوتيك؟ لا طبعا ما فيش اي واحده، هي اساسا الميوز بتاعتها قليله وكمان اديلها انا انتي بايوتيك يبقى انا كده جبت لها انهي نوع من الانفكشن؟ ايوه الزوجوميا ده كل العيانين. لا انا قصدي الست دي سبيسيفيكلي مش بكتيريا، هيجي لها ايه؟ فانجل كانديدا. طبعا هم البريجننت اساسا بيجي لهم فانجل انفكشن عشان الميونتي قليله، وكمان لما بتدي انتي بايوتكس فور لونج تايم بيجي لهم فانجل انفكشن، فانت كده هتزود عندها فانجل انفكشن قوي، هي اساسا هيجي لها لوحدها عشان هي الميونتي بتاعتها قليله وهي ست حامل، بلس انك انت اديت انتي بايوتكس جبت لها فانجل انفكشن زياده، عشان اي حد بياخد لونج ستاندنج انتي بايوتك او انتي بايوتك فور لونج تايم هيجي له فانجل انفكشن. فلا طبعا انا ما بديش اي دواء غير لسبب خلاص، حتى لما اديناه في الرابتشر اوف ميمبرنز ده لسبب، لانه في رابتشر اوف ميمبرنز حتى لو كده اسمه بروفيلاكتيك انتي بايوتيك بس ديو تو رابتشر اوف ميمبرنز خلاص، لان دي عرضه ان يجي لها انفكشن. لكن طبعا اي حد عرضه ان يجي له انفكشن، ما احنا في الشتاء والجو برد خلاص كلنا ناخد انتي بايوتكس بقى مش كده ولا ايه؟ لا ما بتديش الحاجه غير لما تقول طب ما احنا كلنا ممكن لا قدر الله يعني حد ينزل يتخبط بعربيه، طب ما ننزلش بقى، ما هو اي حد ممكن يجي له اي حاجه، ما ينفعش كده. فانت بتديها لما بتكون في ريزن سبب انك انت تديه، حتى لو اسمه بروفيلاكتيك، لان هي رابتشر اوف ميمبرنز فانا محتاجه بروفيلاكتيك انتي بايوتيك، لان الانسس اوف انفكشن عندها عالي عشان البوليميكروبز الموجوده جوه الفاجينا دي ممكن تخش جوه. فده سبب. فانا هنا هديها ادويه ايه؟ البريماتوريتي بس، ولا معاها رابتشر ميمبرنز ولا معاها اي حاجه، هي بس بريماتوريتي جايه بيجي لها ليبر بينز وهي 28 اسبوع، اديها ايه؟ ستيرويدز طبعا عشان اللونج ماتيورتي. ايه كمان؟ ها؟ تقلصص تقلص بالظبط كده، لانها بتقول دي جايه من غير رابتشر ميمبرز، فانت محتاج تديها تقلصص على الاقل شورت تيرم تقلصص عشان تشتغل بس الستيرويدز اللي انت اديتها او تنقلها لمكان فيه حضانات خلاص. فانت محتاج تديها ستيرويدز ومحتاج تديها ايه؟ بيجي لها ليبر بينز وتقعد تولد يومين ثلاثة أربعة. طب ليه ما تنطبقش على البريماتشور يعني؟ ليه البريماتشور ما هي طالما جاية بينز هتديها الحقن؟ أنا مش فاهمة اعتراضك على إيه؟ هي دلوقتي مش هتولد، هنكمل بيت هنكمل يا ريت خير وبركة. كده بيبقى كده ما كانش ليه تنفيذ بقى اللي دخلها ليبر بينز في الآخر رجعت تاني. اللي هي الفيز دي ممكن تبقى برولونجد كقد ايه؟ كتير اكتر من اي حاجه، لان ما عندهاش الريست اوف، مش ده اللي قعدنا نتكلم فيه المره اللي فاتت وما عرفناش نشرح الشيت عشان اخدنا فيه وقت كتير قوي، بس قلت لازم تبقوا انتوا فاهمين القصه دي، ان هو ما عندناش الريست فما لهاش، يعني الكتاب بيقول لك اكتر من 20 ساعه. ايوه لحد كام؟ ايوه اكتر من 20 ساعه، ما هو اكتر من 20 ساعه يعني 50 ساعه اوكي معانا، مش عارف يعني امتى اقول الريست. ما فيش، انت ممكن تقعد معاكي بالاسبوع كده، ممكن تقعد اسبوع بالمنظر ده خلاص خير وبركه كويس، يعني كل يوم في بطنها احسن ما
تنزلي البيبي ده وتحطيه في حضانه، اوكي؟ فاحنا اللي هنديه اول حاجه ستيرويدز البريماتوريتي، هنتكلم عن البريماتوريتي، هندي ستيرويدز وتاني حاجه هنديها ايه؟ او هنديهم مع بعض يعني بروتوكولز بالظبط كده. التانية في الرابتشر ميمريز، البريماتشور رابتشر ميمريز ادينا ستيرويدز برضو عشان لو هي بريماتشور، لكن لو هي ما كانتش بريماتشور ما اديناش ستيرويدز، لكن الاساسي كلهم اخدوا انتي بايوتكس خلاص. طب توكوليسيس؟ لا ما حدش اخد توكوليسيس خالص. ده مهم، مهم تعرفوا دي بنديها ايه، لما تجيلك العينه دي هتديها ايه، تعمل لها ايه، ولما تجيلك العينه دي تديها ايه، وكمان ايه الكونترا انديكيتد، يعني الكونترا انديكيتد ان انا ادي توكوليسيس واحده رابتشر اوف ميمريز، لكن هنا اساسي ان انا اديها طبعا توكوليسيس. ايه انواع التوكوليسيس اللي تعرفوها؟ سمعت هنا حاجه؟ ايوه. لا بس عايزاها تتقال تاني. في حد قال اوكسيتوسن؟ الاوكسيتوسن ايه رايكم؟ انتي اوكسيتوسن بالظبط كده، انتي اوكسيتوسن، ادي انتي اوكسيتوسن. القلم ده حد شايفه؟ لا مش قوي. صح، هنقول كلهم. انتي اوكسيتوسن اللي هو اسمه ايه؟ اتوزيبان. مش موجود قوي في مصر وبيجي من بره وكده وبيبقى تايتريتد على محلول وغالي، ماشي؟ بس هو يعني احنا كده مش بنحاول بالطبيعه، يعني كده مهما حصل هتولد. ايوه انت عايزه ايه؟ عايزه بس 24 ساعه لحد بس السيروز دي ما تشتغل. انت اللي كل محتاجاه 24 ساعه لحد ما السيروز بتاعتك تشتغل بس، ماشي؟ بس محتاجين ال 24 ساعه دول ولا لا؟ محتاجينهم جدا، محتاجينهم جدا عشان اللونج ماتيورتي بتاعت البيبي. فانا كل هدفي بس ان انا اخد 24 ساعه زياده او ااخر هذه الولاده 24 ساعه عشان ادي السيرويدز والسيرويدز دي تشتغل. واضح يا دكاتره؟ طيب يبقى انا كده هدي ايه؟ هدي حاجات توكاليسيس. ايوه زي ايه؟ زي الانتي اوكسيتوسن. طبعا مش اوكسيتوسن، اوكسيتوسن هيستيميليتش ديفاين كونتراكشن. انتي اوكسيتوسن اللي هو اسمه اتوزيبان، هو ماله اتاخر؟ انتي اوكسيتوسن او الاتوزيبان، ماشي؟ ايه تاني؟ انتي بروستاجلاند، صح ولا لا؟ انتي بروستاجلاند. طبعا انتي بروستاجلاند لان بروستاجلاند بيستيميليت الدراينج كونتراكشن، فانا عايزه اديها حاجه انتي بروستاجلاندز كويس زي الاندوميسيسين، الاندوسيد او الاندوميسيسين ده بنديه بس مش بعد 32 اسبوع لانه بيعمل لك بريماتور كلوجر اوف داكتس افتريوس، فده ما بنديهوش بعد 32 اسبوع. فممكن تدي اندوميسيسين. على فكره انا مش كاتباهم بالترتيب، انا كاتباهم على حسب ما انت قلت خلاص. يبقى الاتوزيبان او الانتي اوكسيتوسين، انتي بروستاجلاندنز اللي هو زي الاندوميسيسين او الاندوسيد، وايه تاني؟ مغنيسيوم سلفيت. مغنيسيوم سلفيت ده سمعنا اسمه قبل كده في في البري كلامسيا، كويس؟ فالبري كلامسيا هو بي نيورو بروتكتيف افكت. ساعات حتى يقول لك ايه في الفيري بريماتشور بيبيز ادي الماكس سلف في الفيري بريماتشور عشان ليه نيورو بروتكتيف افكت عشان ما يخشش منك سي بي، بس مالوش رول لو البيبي ده اكتر مثلا من 32 اسبوع، مالوش رول خالص. فانت هتلاقيه من ضمن الحاجات الستيرويدز مكتوبه كده مع الستيرويدز، انك تدي ستيرويدز عشان لونج ماتيوريتي وعشان البرين بروتكشن نيورو بروتكشن تدي الماكس سلف او المغنيزيوم سلفيت، بس مالوش رول لو كان البيبي ده اكتر من 32 اسبوع ما تديهوش. طب هل بنديه هنا؟ بنديه هنا عشان بيكمبيت الكالسيوم افكت، فبيمنع ان هو يحصل كونتراكشن، الكالسيوم ده يخش انترا سيلر ويعمل كونتراكشن، فبالتالي ممكن تدي الماكس سلف او المغنيسيوم سلفيت، كويس؟ بتديه زي ما بتديه في ال ممكن اخلص دوره بعدين؟ بتديه زي ما بنديه بالظبط في البري اكلامس. ايه تاني؟ ده احنا لسه بنقول مغنيسيوم سلفيت لانه بيعاكس الكالسيوم، طب ادي بقى كالسيوم شانل بلوكر نفسها، ماشي؟ فممكن ندي كالسيوم شانل بلوكر زي مين؟ بالظبط. كالسيوم شانل بلوكر زي الفيديبين ممكن تديه برضو، ده حاجات تقلص. ايه كمان اللي بنديه بقى فعلا؟ ممكن ندي بروجستيرون، مش هو ده الانجليزي بس يعني بروجستيرون، كويس؟ البروجستيرون عشان البروجستيرون فعلا بيعمل ريلاكسيشن، فبندي بروجستيرون ده. ايفن حتى البروجستيرون ده ممكن تكمل معاه فيرست ترايمستر فاكرين في الثريتند ابورشن، وتكمل معاه بقى سكند ترايمستر وثيرد ترايمستر في البريماتيوريتي، وبنديه طبعا ناتشورال ولا ارتفيشال؟ ناتشورال. بروجستيرون، بروجستيرون مش جستاجنز، جستاجنز هي السنثيتك، لكن الناتشورال هو ده البروجستيرون اللي هو 17 الفا هيدروكسي بروجستيرون كابروي، يعني بتدي بروجستيرون، يعني بتدي بروجستيرون ما تديش جستاجنز طبعا. وممكن تديها يا اما في صوره اي ام انجكشن او في صوره سابوزيتري وتمشي عليها ويكلي العيانه لحد ما تعوز ان هي توقف هذا التقلص. جستاجنز، جستاجنز هي دي السنثيتك اللي هو زي نور استيرونز خلاص، الحاجات اللي موجوده في الاو سي بيز. لكن الناتشورال هم البروجستيرون، بروجستيرون زي اللي هو ال 17 الفا هيدروكسي كابرويت ده، اوكي؟
طيب ايه كمان يا دكاترة؟ في حاجة كمان. بالظبط هو ده هو اللي احنا بنديه بيتا اكلس. بيتا 1 ولا بيتا 2؟ فيزيولوجي. وان بيشتغل على مين؟ على وان هو اللي على الهارت. 2 بيعمل يوتراين ريلاكسيشن. فبدي بيتا 2. خلاص؟ فبدي بيتا 2 ستيمولنت كويس زي مين؟ طيب مكتوب في الكتاب برضه ريتودرين كويس. بس هو المشكله ان هو مش بيتا 2 قوي سيلكتيف. يعني هيشتغل شويه على الهارت. يعني يعمل لها ايه؟ يعمل لها تاكيكارديو وهايبوتنشن. بالظبط كده. عشان كده في عيانين ما بيستعملوش قوي البيتا 2 ده. ليه؟ لانه برضو ليه افكت على الهارت فبيعمل لها شويه تاكيكارديا. وهي اوريدي عندها تاكيكارديا ولا لا؟ عندها من الهايبر دايناميك سيركيليشن اللي موجوده بتاعه الحمل. عندها هايبر دايناميك سيركيليشن فهي اوريدي عندها تاكيكارديا. فهم دول الاوبشنز بتاعتنا اللي هو ممكن تدي انتي اوكسيتوسين اللي هو الاتوزيبان. وكل واحد بيشتغل ازاي؟ الانتي بروستاجلاندين يعني اندوميسازين اللي هو يشتغل ان هو انتي بروستاجلاندين. ماجنيزيوم سلفيد هيبقى اجانست الكالسيوم. الكالسيوم شاين بلوكر برضو يعني اجانست الكالسيوم. البروجستيرون هيقلل البروجستيرون فيعمل يوتراين ريلاكسيشن. بيتودرين برضو بيعمل يوتراين ريلاكسيشن. ما هو انت عشان ده شوتر مش خالص. كل ده خلال 24 ساعه انت اتفقت ان انا عايز شوتر. شكلها مش بنستخدمه قوي. لو انت متاكد ان ده شوتر متبرس. امتى اللي بنستخدمه؟ الحاجات من دي اللي احنا بنستخدمها لو هي ممكن العيان تقعد اكتر من كده. البيتا 2 كويس والبروجستيرون هما دول اللي احنا بنستخدمهم. لان بقيه الحاجات دي تايكريشن. تايكريشن يعني بتبقى العيانه بس شوتر متبرس. ملوش رول. ملوش رول. مش هيعمل بالكم او ممكن يعني بص ما ينفعش تبتدي بمكسر خلاص. يعني حتى لو ابتديت ده هتكمل بقى بحاجه ثانيه من الاورالز. اوكي يعني هتكمل بالتودرين او هتكمل بالنيفرين. يعني هتكمل بحاجه ثانيه. كنت عايز تقولي حاجه؟ في سؤال؟ في سؤال يا دكاتره؟ هو الترتيب على حسب الافيلابيلتي في المكان. طبعا الاتوزيبان احسنهم بس هو مش افيلابل عندنا. فعشان كده احنا اللي بنديه اللي هو البروجستيرون والبيتا 2. هو ده اللي احنا بنديه عشان على حسب الافيلابيلتي في المكان بتاعنا. اوكي. في سؤال يا جماعه في البريماتوريتي؟ اهم حاجه في البريماتوريتي بس انك انت هو بنعتبره ان هو شورت تيرم متقلسز لان الرول بتاع اللونج تيرم متقلسز از فيري داوتفول. انك انت العينه تفضل معاك وهي بيجي لها ليبر بينز تقعد كتير كده. فانا المهم عندي هو الشورت تيرم متقلسز ان هو بس تلحق تدي الستيرويدز او ان الستيرويدز دي تعمل اكشن. اوكي. في سؤال؟ ما احنا امال كل ده بنقول ايه؟ لو فورس انت مش محتاجه كل ده خالص. ما تيجي لها فورس وما ما عندهاش سيرفايكال تشينجز. يعني ولا بيحصل لها دايلاتيشن ولا افيسمنت. احنا كل ده على الترو ليبر بينز يا دكاتره. ترو ليبر بينز بس لسه ما وصلتش انها تبقى افيشنت عشان تعمل لها سيرفايكال تشينجز فعلا انها تولد. اوكي. بس هي عامله لها سيرفايكال تشينجز لكن ممكن تاخد معاكي وقت او تبقى هي لسه في الليتن فيز. اوكي. طب افرض ان هي لا بيجي لها افيشنت كونتراكشن وهتولد خلال ساعتين. اعمل ايه؟ خلاص دي مش هتشتغل بس لازم اديها ستيرويدز برده. خلاص. في سؤال يا دكاتره؟ واضح العيانين فين تعملوا بقى في البتاع بتاعكم؟ علي صوتي. لا ما ينفعش نساتك طبعا. انت لانه دي ناتشورال بريجننسي ما ينفعش تبقى تراتوجينيك للعيانه ومش هتاثر. فانت لازم تدي لها حاجه سيميليتنج الناتشورال بروجستيرون بتاع البلاسنتا. في سؤال يا دكاتره؟ ابتديتوا تعملوا الالجوريزم؟ طب لازم تبتدوا تعملوا الالجوريزم طلعوا شيتات. ايوه